أنا نقول النهضة تستفيد اليوم وتستفيد يمكن غدوة القريب وكذا، بس ستدفع ثمنه. النهضة ذاتها كتنظيم وكحزب وكفكر ثمن هذا ينجم يكون شبيه بما حصل لها مع بن علي في مطلع التسعينات صافي سعيد. كل اللي نحكيه، كل اللي نحكيه على صراعات خارج النهضة هو موجود داخل النهضة. النهضة حزب فيه اجتهادات، فيه مدارس، فيه صراعات، فيه خصومات، فيه استفادات واموال، فيه ايضا مبينات، مشكون يتهم مشكون، انا سرق انا سرق وهذا خذا وهذا كذا، فيه هذا كله فيه. تقول لي انت نصل الى ما وصل عليه العهد القضيه في عهد بن علي، والله كان يجيهم واحد اخر عسكري ولا كذا، لماذا؟ كل شيء ورد هاو جاء في مصر. يا اخي ان شاء الله متصورين ان كنت تونس في العالم اهم من مصر وعندكم نخبه اقوى من مصر، ما هو لازم نتواضع. واحنا كيفنا هاو صار في نيجيريا، صار في تركيا زمان، وقد وتركيا صار مش زمان، عام 17 ولا 16 صار محل انقلاب، ورغم انه ديمقراطيه عتيده يعني وعندها كذا، لا يوجد بلد في منأى عن العنف. لا يوجد بلد، الناس كل يحاربون من اجل الرفاهيه ومن اجل الامن. شكون هو الامن اللي هدد البلاد بانقلاب اليوم صافي سعيد؟ والله انا والمؤسسة تو العنف، مؤسسة جمهورية العنف انا ما نحكيش فيه على ما هو. نقول لك حاجه، البلدان اللي فيها مؤسسات عسكريه قويه راهي برلماناتها ما تلعبش اللعب هذا الوسخ، تبدا دائما قاري حساب، تخاف من ردود الفعل الرجال الصحاح. فهمت عليا؟ من غير ما نوضح. ولذلك هم ناعسين. البرلمان والنخبه التونسيه فاكرين روحهم عملوا الديمقراطيه انه هي اخر نسخه، وانه هي ديمقراطيه ابديه، وانه الاوضاع ما تنقلبش، وانه الاوضاع ما تتغيرش، وانه ما فيش شكون يلومهم او يوقفهم عند حدهم. هذا هو الغلط نتاع النخبة التونسية. راهي الديمقراطية هذه وحكيتها للمرة الألف، هذه صارت في الأربعينات وفي الخمسينات في العراق وفي سوريا وحتى في تونس، وصارت في ليبيا وصارت في مصر، ولكن كانت ديمقراطية جلفة مباعة مساومة مع المستعمر مع كذا، ما عطت شيء للشعب، ظلت تتلهب يا لاعب البرلمان، جاء الجيش خذاها منه. الدول العربية في الخمسينات حتى السودان كان فيها تجارب ديمقراطية، كان فيه رؤساء حكومات كل ستة أشهر. نوري السعيد يمسك سبع مرات رئيس وزراء في خلال سبع سنوات، ينحوه يعاود يجددوا له يعاود يجددوا له. في السودان نفس الشيء، في مصر أو النقراشي مات أو جاء فلان أو جاء فلتان وجاء، ولكن بعدين جاء الجيش شافهم هذول ذر يلعبوا، شاف ما هكا شاف ألا غلب شاف ولا هم كانوا يلعبوا صح، جاء فكلهم اللعبة كلها. في موريتانيا صارت مرتين. ولذلك التوانسة هذا اللي نحذرهم، يا ولدي يكفي من اللعب، لعب الأولاد يكفي من اللعب، اهتموا بالبلد، عارفوا إذا كان ما عندكمش شكون ينقلب عليكم، خليكم أنتم رجال.